أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة بما أن هدف البرنامج هو التوعية والارتقاء بالعقل البشري والمعرفة سواء الروحية أو الحياتية هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا بيهم كل شخص في مكان قيادي أو عايز ياخد منصب قيادي سواء منصب أو سواء قائد في كنيسة قائد في عمل أو أي شخص قائد في أسرته هنتكلم النهاردة عن مهارات القيادة وإزاي أكون قائد ناجح وإيه أهمية أن أنا أكون قائد ناجح ومؤثر وإزاي أطور من نفسي وكل الكلام ده وحتى لو أنا مش قائد في, في كنيسة أو قائد في عمل لكن زي ما قلت قائد في بيتي فمهم قوي أن أنا أكون بعرف عن القيادة وأتعلم إزاي أقود وإيه مهارات القيادة موضوع مهارات القيادة ده موضوع بيمس كل جوانب حياتنا سواء كنت قائد أو لا وعشان كده هنتكلم عنه النهاردة ايه ضيف برنامجنا وضيف حلقتنا اللي مبسوطه جدا ان يكون معانا هو الاستاذ امجد جورج اهلا بيك يا امجد منورنا اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين طيب في البدايه كده انا عايزه مقدمه عن الموضوع النهارده وايه اللي تحب انك تقوله كبدايه استعدادا بقى لان احنا ندخل في الموضوع طيب احب اقول برضو زي كل مره يعني لو حد من الساده المشاهدين مهتم بموضوع القياده او الليدرشيب يكون يبتدي يكون معاه بلوك نوت او ورقه وقلم أو يبتدي يكتب الملاحظات اللي هنقولها وكمان في بعض اسماء بعض الكتب اللي هقولها النقطه الثانيه في بعض التعليقات جات لي احنا كنا عملنا قبل كده حلقتين عن التغيير مظبوط وعملنا عن الاهداف وضع الأهداف. وضع الاهداف. آه التعليقات كانت بتطلب حالات عمليه في البرنامج نفسه آه فانا بعتذر عن الموضوع ده لان الحالات العمليه بتاخد وقت طويل جدا هو مده البرنامج كله ساعه ونص احنا مجرد بس بنفتح يعني بنفتح المجال وبنفتح الموضوعات وبندي المبادئ الاساسيه تطبيق حالات عمليه صعب قوي آه في البرنامج ساعه ونص أوكي. آه إنتي انت بتختاري موضوعات صعبه يعني مثلا أوكي. موضوع الليدرشيب او القياده آه لو انا هعمل حاله عمليه عن القياده آه فانا هقول ان في مكان في ضعف في القياده او في مشكله في القياده فهي دي هتبقى الحاله العمليه آه دي ممكن تاخد 10 15 يوم علشان تتحل يعني لانه احنا لازم نعمل حاجه لا لا اسمها لا لا سوات اناليسس اه يعني <applause> لازم في الاول نشوف ايه نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص البديله والتهديدات ونعمل استقصاء وميتنجز مع الليدرز ومع الموظفين <applause> بنجمع بيانات وبندي في الاخر ريكومنديشنز الموضوع بياخد وقت طويل جدا عشان كده بعتذر عن انه ان احنا نعمل حالات عمليه يعني لكن زي ما بقول احنا بندي بس بنحاول نبسط الموضوع الى ابسط حاجه علشان الناس ما تحسش بملل اثناء مشاهده البرنامج وبنفتح الموضوعات. النقطه الثالثه بس دي حته مهمه ان انا اوضحها انا النهارده لما بقول القائد او بتكلم عن القياده يعني انا ما اقصدش هنا الرجل يعني بس عشان يبقى واضح يعني انا بقول القائد يعني للتسهيل لكن انا اقصد القائد او القائده لانه في سيدات بيبقوا قيادات كبيره يعني في الهيئات والمؤسسات الكبيره والوزارات والدول احيانا فبس عشان اوضح ان انا لما اقول القائد انا اقصد الرجل او المراه يعني القائد أو القائده او القايده لكن للتسهيل انا بقول القائد يعني احنا بنتكلم النقطه الرابعه احنا بنتكلم عن القيادات وده مش معناه ان القيادات اهم من الناس القيادات مهمه والناس كمان مهم. مهمين لان هم اللي بيطبقوا الرؤيه بتاعه القائد هم اللي بيساعدوا القائد انه ينجح فالقائد مهم لكن الناس كمان اللي هو بيقودهم في منتهى الاهميه بس حبيت اوضح النقط دي قبل ما نتكلم مهمه جدا م. طيب يعني ايه كلمه قياده او ليدرشيب بصفة عامة القائد هو شخص عنده رؤية معينة يعني هو عنده رؤية معينة عايز يحققها القائد بيكون شخص عنده قدرة على التأثير على الآخرين لأنهم يقتنعوا بالرؤية وإنهم بيساعدهم يشوفوا الرؤية علشان يحققوا الرؤية فالقائد بيساعد الناس يشوفوا الرؤية وبيساعد الناس إنه ينفذوا معاه الرؤية اللي هو عايز يعملها طبعا القياده ممكن زي ما انت كنت قلتي انه ممكن القياده تبقى في بيتي. يعني ممكن قائد يقود بيته، ممكن القائد يقود مجموعه صغيره، ممكن يقود مجموعه كبيره، ممكن يقود كنيسه، ممكن يقود شركه، ممكن يقود مؤسسه او هيئه كبيره، ممكن يقود وزاره وهكذا يعني على كل المستويات، لكن المبدا واحد ان القائد شخص يستطيع التاثير في الناس وعنده رؤيه محدده فعاله، بيساعد الناس انها تشوف الرؤيه وتمشي معاه في تحقيق الرؤيه. طيب ايه اهمية او فوائد ان احنا نتكلم في موضوع القيادة ايه الاهمية لده آه يعني انا بشوف ان الموضوع القيادة موضوع مهم جدا واهميته بتزيد يعني مع الوقت ومع مرور الزمن بتزيد اكتر واكتر آه احنا ما ينفعش نعيش من غير قيادات يعني اي مكان علشان ينجح لازم يكون في قيادة وقيادة جيدة علشان كده القيادة امر القيادة ده موضوع القيادة ده مهم جدا آه بشوف انه آه مشكلة القيادة التطور الكبير اللي بيحصل في كل المجالات بيخلي موضوع القيادة أصعب وأصعب يعني لازم القائد يتطور بسرعة مع التطور وعلشان كده الموضوع ده مهم وبنتكلم فيه يعني ما ينفعش أنا أقود مكان بنفس الطريقة اللي كنت بقود فيها المكان دوت من عشر سنين ما ينفعش في في تطورات كتير تطور. حصلت وليها تأثير كبير عشان كده الموضوع ده مهم في تطور تكنولوجي في تطور معرفي في تطور في الادوات المستخدمه لحل المشاكل في تطور في المشاكل نفسها الجديده اللي بتظهر وبالتالي تطور الاساليب لازم القائد يتطور علشان يقدر يستخدم الاساليب الجديده ويقدر يكون قائد فعال. القيادات هم الناس اللي بيقودوا المجتمع وبيقودوا الشركه وبيقودوا المؤسسه وهما شخصيات الحقيقه مهمه وعشان كده احنا بنتكلم في الموضوع القائد شخص عنده افكار والافكار هي اللي بتقود التاريخ وعلشان الافكار هي اللي بتقود التاريخ دي اهميه وحساسيه موضوع القياده طيب ال يعني ايه ايه فوائد بقى ان انا يعني اتعلم عن موضوع القياده يعني احنا اتكلمنا عن اهميه وفوائد ان احنا نتكلم في موضوع القياده بس ايه فوائد ان انا اتعلم بقى ان انا اقود وهل ينفع اي حد ما عندوش اي فكره او ما عندوش ال اسمها ايه يعني ما عندوش الـ الـ الامتيازات او ما عندوش الشخصيه اللي تنفع شخصيه قياديه زي ما بنتكلم واحنا يمكن هنتكلم عن ده في الوقت اللي جاي ينفع ان انا اتعلم ان انا اقود؟ او انا شايف انه يعني موضوع القياده بيمس كل جوانب حياتنا المختلفه حوالينا. يعني مثلا ما ينفعش يكون في كنيسه من غير قياده. يعني لازم الكنيسه يكون فيها قائد. آه لازم يكون فيها شخص يدبر الامور الروحيه آه الامور الاداريه آه يكون عنده رؤيه معينه بيقود التعليم وبيقود الشعب في اتجاه معين آه ما ينفعش يكون في كنيسه مثلا من غير قائد. آه ما ينفعش يكون في شركه او مؤسسه او هيئه بدون قائد. القائد هو اللي بيكون النور وهو الدليل اللي بيساعد الناس تشوف الرؤيه وهو اللي دايما بيفكر في التطوير وهو اللي بيفكر ازاي يخلي العاملين افضل وازاي يخلي النتائج افضل لو اتكلم عن مثلا مؤسسات الدوله القيادات في منتهى الاهميه لما بيكون في قيادات جيده في اماكن مختلفه في الاماكن المختلفه بيحققوا نتائج افضل وده اللي بيخلي في دول تتقدم بسرعه ده السر هنا فين السر في القياده بيعرفوا ازاي يقودوا في الوزارات في كل مكان القياده مهمه في المجتمع مهمه برضه يعني القيادات المجتمعيه مهمه جدا وتاثيرها كبير والقيادات المجتمعيه هي اللي بتنفذ السياسات بتاعه الدوله هي اللي بتساعد في تنفيذ اهداف الدوله وبالتالي القيادات المجتمعيه مهمه وعشان كده بقول انه تدريب القيادات امر مهم ومراكز تدريب القيادات في كل بلد امر في منتهى الاهميه وعشان كده الموضوع مهم وعشان كده احنا بنتكلم فيه النهارده يعني طيب معلش السؤال يعني انا قلت في المقدمه وحضرتك كمان قلت في كلامك ان مهم قوي ان احنا نعرف عن موضوع القياده او ايه هي مهارات القياده آه سواء انا كنت قائد او لا طب لا دي هيفيدني في ايه كلا يعني انا شخص مش قائد ومعنديش الصلاحيات او معنديش الشخصيه اللي هي تقدر تقود والموضوع لا يعنيني ليه آه مهم ان انا اعرف القياده آه كل واحد على 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 اقل مستوى وعلى اعلى مستوى هو قائد، يعني كل واحد يعني ابسط حاجه خالص، انا بقود نفسي، بضبط نفسي، دي قياده آه. لنفسي. انا بقود اسرتي الصغيره، دي قياده، انا بقود اسرتي الصغيره. يعني انا عايز اقول ان الموضوع مهم لانه بيمس كل شخص تقريبا، يعني انا ممكن ابقى مش قائد كبير في مكان كبير، لكن على الاقل عندي حدود معينه وعندي حته معينه بمارس عليها القياده، وعشان كده الموضوع مهم ويهم كل الناس. طبعا كل ما المسؤوليات بتكتر او كل القائد ما بيكون عنده مكان اكبر او عدد موظفين اكتر بتزيد المسؤوليات وبتزيد طبعا هنا المهارات المطلوبه لكن على كل المستويات الموضوع مهم يعني بيمس كل شخص بصفه شخصيه يعني كمان المساعدين للقيادات يعني هو ممكن ابقى انا مش قائد لكن انا مساعد للقائد ده دوري مهم ممكن اكون انا مش قائد ولا مساعد قائد انا شخص بينفذ الخطط اللي بيطلبوها مني مثلا القيادات برضه انا شخص مهم لان انا المنفذ فكل الناس مهمين في هارموني كده معينه انها تقدر تمشي بطريقه معينه عشان تكون لفايده الجميع في الاخر يعني. طيب سؤال برضو تاني مش موجود في الاسئله <تصفيق> 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 <أه هل كل واحد ينفع قائد ولا لا دي عايزه مهارات معينه زي ما قلت او عايزه موهبه مثلا اه شوفي هو ال, ال في ناس مش عارفه السؤال ده جاي هو السؤال ده موجود آه وطبعا هو سؤال مهم يعني آه في ناس بيكونوا آه مولودين وعندهم بعض المهارات وبعض المواهب لانهم يكونوا قيادات يعني في ناس بيبقوا كده فعلا آه لكن ده مش كفايه آه خصوصا لازم يبقى في تعليم آه خصوصا لما بيكون البيئه آه لا تساعد على المهارات انها تخرج يعني ممكن يكون واحد عنده مهاره عنده مهارات كويسه وعنده موهبه القياده لكن المجتمع او البيئه اللي اتولد فيها وعيش فيها تقتل الموهبه او تقتل او ما بيبقاش فيه محدش يكتشفها يعني ما. انه يستخدمها، لكن في نفس الوقت القدره على القياده ومهارات القياده يمكن اكتسابها آه وده يمكن اجابه على سؤالك اه ممكن اكتسبها لو انا مش قائد عايز اتعلم ازاي ابقى قائد ممكن، لكن صعبه، ايه صعوبتها بقى؟ صعوبتها انه انا عندي آه هنتكلم بعد كده عن الفرق بين المدير والقائد م. يعني المدير ممكن ياخد تدريبات معينه في اتجاه معين يحقق نتائج ملموسه سريعه القائد صعب شويه تقييمه لانه القائد بيكون عنده مهارات اخرى مش بس اداريه لكن مهاره الاحترام ازاي يحترم الاخرين والاخرين يحترموا مهاره الخبره اللي بتتراكم مع الوقت مهاره التعامل مع الناس الانضباط الرؤيه بتاعته ازاي تكون واضحه وازاي يعبر عنها القائد لازم يعرف ازاي يحفز الناس فعلشان كده هو يعني هي حاجات صعب شويه قياسها لكن ممكن اكتسابها بالتدريب والوقت والمجهود عشان كده انشاء مراكز تدريب في كل بلد انا بشوف ان دي حاجه في منتهى الاهميه للمساعده على التقدم المستمر يعني طيب واحنا كمان هنتكلم عن الجزئيه دي بالتفصيل هل في نماذج في الكتاب المقدس للقياده وايه هي آه في الكتاب المقدس في نماذج كتير لبعض الناس اللي هي قيادات واضحة جدا وفي قيادات مش واضحة قوي يعني. يعني انا بشوف مثلا في شخصية موسى في قيادته لشعب في الخروج في في البرية 40 سنة، هو كان قائد لمدة 40 سنة، فده نموذج واضح للقيادة بشوف كمان في نحامية لما كان عنده رؤية معينة انه يبني الاسوار المنهدمه وابتدى يعمل خطه عشان ينفذ الرؤيه بتاعته وقدر في قيادات طبعا في الكتاب المقدس كتير لكن انا يمكن النموذج موسى ونحاميه بشوفه يمكن اللي يهمني اكتر كمان ان انا اتعلم طب ما هي يعني يمكن نتكلم بعد كده عن سمات القائد يعني الناس دايما بتبقى شايفه القائد او بتبص عليه فلا دي مسؤوليه كبيره لازم يبقى حاسس يعني لازم يبقى شخص مدقق لازم يبقى شخص ملتزم ومنضبط فطبعا في امثله كتير في الكتاب المقدس للقيادات اكيد طيب <applause> سؤالي هل يعني رددت كذا كذا مره وكمان في لما اتكلمنا عن مين هو القائد فقلت حد عنده رؤيه هل ينفع يكون في شخص قائد بس ما عندوش رؤيه او عنده قضيه يعني حتى النماذج اللي حضرتك ذكرتها من الكتاب المقدس دي ناس عندهم قضيه عايشين عشانها مم. سواء حامية يا موسى في في حاجه عايش علشانها في بيقود هو الشعب ليها للقضيه دي او لل للرؤيه دي مم. هل ينفع قائد من غير رؤيه أه لا ما ينفعش ما ينفعش يبقى في قائد من غير رؤيه أه لو قائد من غير رؤيه يعني بينفذ حاجه معينه ده يبقى مدير لحاجه معينه أو رئيس حاجة معينة لكن القائد من أهم سماته هنشوف بعد كده سمات القائد إنه هو عنده رؤية وهذه الرؤية رؤية حاجة جد. مؤمن بيها مؤمن بيها جدا أوه. ومتشبع بيها وعايز يحققها وبيساعد الناس اللي حواليه إنهم يشوفوها ويشجعهم إنهم ينفذوها مع بعض إنهم ينفذوها مع بعض فبدون رؤية ما ينفعش يبقى فيه قائد ممكن يبقى فيه مدير يبقى فيه مسؤول بينفذ تنفيذي لكن كقائد لازم يبقى فيه رؤية يعني <applause> طيب احنا السؤال دوت اللي قلت ال... هل القائد بيتولد قائد ولا دي حاجه ممكن اكتسبها واتعلمها أوه. في الحياه أوه. يعني انا ما كانش باين ان انا قائد ولا لكن ممكن اتعلم وابقى قائده أوه. في حته قائدك في اجتماع قائده في كنيسه قائده في في, في شغلي هل ده ممكن مم. وسهل ولا هيبقى اصعب من اللي هو عنده الموهبه دي طبعا الشخص اللي بيكون عنده آه... عنده شوية موهبة القيادة أو مهارات القيادة ممكن تبقى هو, هو مولود كده يعني بيكون أسهل في أنه يتعلم المهارات التقنية وأسهل في أنه يستخدم الأدوات بطريقة أسهل يعني يبقى, يبقى قائد ناجح بسرعة لكن في ناس كتير ما عندهمش يعني هم ما تولدوش ان هم ممكن يبقى عندهم مهارات القياده او قياده ناس وزي ما قلنا دي حاجات ممكن اكتسابها انت بتقولي سهله ولا صعبه لا صعبه طبعا هي صعبه لانها محتاجه وقت ومحتاجه مجهود محتاجه دراسه محتاجه حاجات كتير جدا علشان انمي مهاراتي القياديه وابتدي امشي في الاتجاه بتاع ان انا اكون قائد واتحمل مسؤوليتها بعد كده زي بالظبط لما شخص يكون عنده ميول موسيقيه وعنده الموهبه دي بيبقى سهل قوي يتعلم غير لما شخص ما يكونش عنده الموهبه دي وبيحاول يتعلم فبياخد صعوبه او بالزبط. بياخد سكه اطول فده نفس, نفس الفكره, الفكرة. يعني بالزبط. طيب عايزين قبل ما نطلع فاصل نعرف ايه الفرق ما بين القائد والمدير و... 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 وهل في اي مكان يبقوا الاثنين ولا لا المكان بيبقى محتاج حد منهم بس ولا ايه اه شوفي ولا هم حاجه واحده في اختلافات فعلا بينهم ولا هم اه لا في فرق حاجة. كبير في فرق كبير بين القائد والمدير في اي مكان وبس لازم اوضح انه الاثنين مهمين يعني الاثنين مهمين القائد مهم في اي مكان والمدير مهم في اي مكان آه القائد زي ما قلنا شخص عنده رؤيه معينه عايز يحققها رؤيه فعاله بيعرف يخلي الناس تشترك معاه في فهم الرؤيه بيوضح لهم رؤيته وبيساعدهم انهم يحققوا الرؤيه مع بعض فالقائد عنده رؤيه المدير بقى بينفذ الرؤيه يعني هو ممكن بينفذ ياخ... رؤيه القائد ينفذ رؤيه القائد ويعرف يعمل خطط لتنفيذ الرؤيه م. فدي حاجه اساسيه في الموضوع يعني عشان توضح اكتر ممكن نعمل مقارنه م. يعني ايه المقارنه ما بين المدير والقائد يعني أو. يعني المدير بينفذ نظم وعمليات القائد بيؤثر في الناس علشان يمكّنهم انهم يبقوا احسن وافضل ويتطوروا في حياتهم م. المدير يعمل الاشياء بطريقه صحيحه يعني يهتم جدا بالاشياء القائد يعمل الشيء الصحيح يعني يهتم اكثر بالناس م. فده فرق في فرق كمان ان المدير بيرأس الموظفين لا الحته اللي فاتت دي يعني آه. المدير بيعمل الحاجه بطريقه صح آه. لكن القائد بيعمل الحاجه الصح صحيح او عشان كده بالانجلش بيقولوها مانجرز دو ثينجز رايت هو عايز يعمل كل حاجه صح لكن ليدرز دو ذا رايت ثينجز يعني القاده بيعملوا الحاجات الصح يعني بيهتموا اكتر على الجانب الانساني والبشري وتنميه البشر يعني طبعا المدير بيرأس الموظفين هو رئيس لكن القائد بيدرب الموظفين ده الفرق بين الاثنين المدير ممكن الناس تخاف منه يعني يبث الخوف لانه في أيده الجزاءات وفي أيده المكافآت <applause> آه القائد يعرف يبث التحفيز والتشجيع ده فرق كبير بين الاتنين طبعا المدير عايز عجلة الإنتاج ماشية وعايز يعمل إنتاج بقدر الإمكان الـ الـ القائد يفكر أكتر في التطوير وفي تطوير العاملين وفي تطوير المكان اللي هو فيه آه حاجة مهمة بشوفها يعني في الحياة المدير ممكن يكون جوه الشغل شخصية وبره الشغل شخص تاني خالص بدون توضيح يعني شخص تاني خالص ما فيش مشكله طبعا لان هو ده راجل لزوم الشغل يعني لزوم الشغل جوه الشغل حاجه <applause> بره الشغل حاجه لا القائد مش كده القائد هو نفس الشخص ونفس الشخصيه جوه الشغل وبره الشغل وعشان كده هي مسؤوليه كبيره لانه القائد بيستلم مكان معين في وقت معين المكان ده ممكن يكون مكان صغير ممكن يبقى حاجه كبيره ممكن يبقى بلد كامله بيستلمها في حاله معينه وبيبقى قائد لمده سنه سنتين ثلاثه عشرة إيه إيه بنشوف النتيجه بتاعه قيادته ايه؟ هل هي نتيجه ايجابيه؟ يبقى هو قائد جيد، هل هي نتيجه سلبيه؟ يبقى هو قائد غير جيد، ففي فرق كبير بين المدير قائد والقائد. والمدير. طيب لو لو في مؤسسه مثلا او م. في في شغل او وات لازم يبقى فيه القائد والمدير ولا ممكن يبقى قائد بس او مدير بس؟ بصي في حالات نادره في حالات نادره بيكون القائد مدير يعني انا شفت حالات نادره زي كده ان القائد يكون مدير لكن بسبب اختلاف اسلوب وطريقه التعامل والادوات المستخدمه والاهداف بيكون لازم يبقى في قائد ولازم يكون في مدير يعني المدير شخص مهم لانه هو اللي بيحقق النتائج وهو اللي بيحقق الرؤيه على ارض الواقع لكن القائد هو الشخص المهم زي ما قلت قبل كده الافكار بتقود التاريخ يعني في كل في كل في, في كل التاريخ كده عشان كده القائد مهم في كل مكان طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل اتفضل اعزائي okay. المشاهدين تعالوا نسمع مع بعض الترنيمه اللي جايه ونرجع نكمل مهارات القياده <مشرف> <الفضل. تضح> تخطيطك رائع لحياتنا تخطيطك رائع يا رب لحياتنا ولا يمكن ابدا تغلط ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة تسقط تخطي تقرأ على حياتنا ولا يمكن أبدا تغلط من كل, كل كلامك الصالح مش ممكن كلمة تسقط عارف ايه الافضل لينا كل حياتنا معاك في امان حاشا في يوم انك تؤذينا كل الخيرنا مهما كان عارف ايه الافضل كل الخيرنا مهما كان، كل الخيرنا مهما كان. صالح دائما مهما بيحصل، عارف إنت بتعمل. ليك الحكمة في امتى وليه صالح دايما مهما بيحصل عارف انت بتعمل ايه قصدك دايما هو الافضل ليك الحكمة في امتى وليه ليك في الموت اكتر من مخرج وبتغير أوقات على وقت خرج وحدك لي كل السلطان ليك في الموت أكتر من مخرج بتغير أوقات وزمان ومن الجافح على وقت وحدك لي واللي بيترجم رحمك عندك رحمة وخير لولادك صالح وكتير أمنتك فكرك دايما من ناحيتنا خير وسلام والأخرى رجاء وبتحملنا فطور سكتنا عندك لينا يا رب شفاء فكرك دايما من ناحيتنا خير وسلام والاخر رجاء وتحملنا في طول سكتنا عندك لينا يا رب شفاء عندك لينا يا رب شفاء تخطيطك رائع لحياتنا. تخطيطك رائع يا رب لحياتنا ولا يمكن ابدا تغلط. ما ابعد احكامك عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء. تخطيطك رائع لحياتنا وحتى تخطيطنا احنا بقياده الرب يسوع بيبقى رائع برده في حياتنا اه هنكمل معاكم موضوعنا النهارده هو مهارات القياده اتكلمنا عن ليه الموضوع ده مهم جدا لكل جوانب حياتنا ولكل شخص اتكلمنا عن يعني ايه قياده او ليدرشيب اتكلمنا عن اهميه وفوائد ان احنا نتكلم في موضوع زي دوت وفوائد كمان ان انا اتعلم عن موضوع القياده واتكلمنا عن نماذج في الكتاب المقدس نماذج قياديه في الكتاب المقدس واتكلمنا هل القائد بيتولد قائد ولا ممكن دي حاجه بتكتسب وقلنا في ناس بتبقى عندها المهارات دي آه كموهبه آه لكن كمان لازم يكون بيكتسب مهارات جديده وبيطور من نفسه وقلنا برضو ان ممكن حتى لو ما عندناش مت ما في ما اتولدناش بالمهارات دي لكن ممكن ان احنا نكون بنكتسب مهارات القياده الموضوع اصعب شويه لكن ممكن اتكلمنا عن الفرق بين القائد والمدير وقلنا ان هما حاجتين مش حاجه واحده والمكان الناجح هو اللي يكون فيه قائد وفي مدير بينفذ رؤيه القائد طيب اه اه اهلا بيكي امجد مره كمان وعايزين نكمل بقى ليه بنشوف بعض القيادات بتفشل في موضوع القياده بينما بينجح الاخر البعض الاخر يعني بشوف يعني اكبر سبب للفشل ان القائد بيفشل الجمود وعدم المرونه يعني الجمود بتاع القائد وعدم المرونه بتاعته الجمود يعني تحتيم رايه يعني مفيش غير راي واحد بس هو اللي يمشي مش بيسمع للناس ايه جمود الجمود الجمود انه في تطورات كتير بتحصل زي ما اتكلمنا قبل كده في تطورات كتير بتحصل هو مش قادر يتطور آه. بنفس السرعه يعني عنده جمود ما عندوش مرونه انه يتعامل مع التطورات الكبيره اللي بتحصل خصوصا التطورات التكنولوجيه والعلميه دي م -م. مشكله تخليه يفشل م -م. انشغاله بالمنصب اكتر من الناس يعني في قيادات يكون منشغل بالمنصب وخايف على المنصب اكتر من الناس في ناس بيبقى عندهم رغبه في السيطره يعني عايز يسيطر مجرد سيطره عدم التواصل مع الاخرين الكوميونيكيشن بينه وبين الناس اللي بيقودهم وطبعا عدم العداله ممكن تخليه يفشل طبعا عدم تعاون مساعديه لو المساعدين اللي معاه ما يقدرش واحد ينجح لوحده كده مع نفسه ومحتاج مساعدين يساعدوه أو عدم احترامهم ليه أو عدم اقتناعهم كل دي حاجات تخلي القائد يفشل يعني. ازاي ينجح أو إيه اللي بيخليه ينجح؟ طبعا كل ما القائد يكون مقتنع بالرؤية بتاعته ومتشبع بيها ومتمسك بيها وبيعرف يخلي الناس تشوفها ده بيكون عامل مهم لنجاحه. لما القائد يكون بيتعلم ومنفتح وزي مثلا بيحضر حلقات زي كده بيقرا كتب بيحضر تدريبات بيحضر ندوات بيطور نفسه حاجه مهمه لنجاح القائد انه يكون محبوب يعني ما ينفعش قائد ينجح وهو مش محبوب صعب يعني حب الناس من ضمن الحاجات الاساسيه اللي بتدعم نجاح القائد طبعا القائد لازم يكون قارئ جيد يعني يقرا يقرا لازم يكون عنده بصيره وعنده رؤيه وعنده خبره في الحياه القائد كمان بيعلم غيره طبعا القائد بينجح اكتر كل ما يحقق نتائج اكتر يعني الناس بتبقى شايفه النتائج اللي هو بيحققها كل ما يحقق نتائج اكتر كل ما بينجح اكتر طبعا انا قلت انه القائد كقائد صعب قوي ان انا اقيمه لانه المهارات اللي بيكتسبها صعب قياسها لكن في نفس الوقت نتيجه قياده مكان ممكن في بعض الادوات وفي بعض الاساليب اللي ممكن بيها نقدر نعمل evaluation أو تقييم للمكان علشان نعرف القائد ناجح ولا غير ناجح يعني في طرق لقياس النجاح بتاع القياده في اي مكان طيب ازاي نطبق الموضوع ده يعني إيه اللي ممكن يشجعني او ممكن يحبطني اثناء تطبيق قيادتي او الدور بتاعي آه الحاجات اللي تشجعني وتساعدني حضور تدريب مع متخصصين في الليدر او في القياده التدريب بياخد تقريبا عشر ايام يعني هو عشر ايام تدريب للحاجات النظريه في الاول قبل التطبيق العمل يعني الحاجات اللي تشجعني انه يكون في نتائج ملموسه الناس بتشوفها واللي حواليا بيشوفوها نتائج إيجابية ده من الحاجات اللي تشجعني وتخليني أنجح آه كمان المجتمع والبيئة ده يعني لها تأثير كبير المجتمع اللي حوالينا البيئة هل هي مشجعة أو محبطة آه كمان نظام التعليم يعني نظام التعليم ده مشكلة كبيرة ممكن يقتل القيادات أو يطلع القيادات آه بصفة عامة في آه لو شوفنا أي مكان معتمد على شخص ده صعب انه مكان ينجح يعني لو المكان معتمد على شخص قائد القائد ده مش موجود تحصل الدنيا تقع تقع لا ده يبقى دي تبقى في مشكله كبيره هنا اهميه الموضوع بتاع القيادات ايه؟ انه بيخلي المكان مش معتمد على شخصه لكن المكان معتمد على انظمه انظمه بتمشي المكان لو هو موجود الانشطه كلها بتشتغل لو هو مش موجود برضو الانشطه كلها بتشتغل آه ودي ليها آه يعني ليها آه بعض الـ الـ البرامج اللي هي ممكن تصميمها علشان المكان يكون لا يعتمد على شخص لكن يعتمد على نظام سيستم بيبقى شغال يعني القائد الناجح هو اللي بيصمم نظام معين علشان يكون بينفذ الرؤيه بتاعته أيوة. مش لازم بشرط ان هو يكون موجود بالزبط. لكن موجود او غير موجود ان خلاص الرؤيه بتاعتي بتتنفذ بالطريقه دي او بالنظام اللي هو حاطه بالظبط يعني. كده وعلشان كده القائد لازم يفكر يعني كل قائد النهارده يسال نفسه طب انا لو مش موجود ايه اللي هيحصل لو هتحصل مشكله يبقى في يبقى انت محتاج تعمل حاجه لكن لو انا موجود او مش موجود المكان بيكمل يبقى انا قائد ناجح فعلا يعني انا قدرت اعمل صف تاني انا قدرت اعمل نظام لا يعتمد على شخصي وزي ما قلت في برامج تدريبيه كتير للقيادات علشان ازاي يبنوا نظام غير مبني على اشخاص لكن يكون مبني على سيستم او نظام بيشتغل سواء الراجل القائد موجود او مش موجود او حتى لو اتغير بتقولي لي ايه اللي يحبطني او لا يشجعني طبعا تاثير الثقافه بتاعه المجتمع اللي حواليا ده من الحاجات اللي ممكن تشجعني او تحبطني اللي ممكن يحبطني أو يحبط أي قائد إنه يفشل في قيادة مكان معين، يعني يمسك مكان معين لقيادته ويفشل لأي سبب من الأسباب. اللي يخلي القائد يفشل أو لا ينجح أو يحبط إنه الفريق المساعد حواليه يكون ضعيف. الفريق اللي حواليه يكون ضعيف، فلما يكون الفريق اللي حوالين القائد ضعيف دي من أهم الأسباب اللي ممكن تخلي القائد لا ينجح او يحبط وعلشان كده في بعض الكتب ويمكن ادي لك بعض الامثله بعد كده في كتب فيها استمارات تقييم للقاده يعني كل قائد بيمسك الاستمارات دي مع نفسه كده ويقعد يملى الاستمارات وفيها سكورز ودرجات ومن السكورز والدرجات بيقدر يعرف ايه هي نقط الضعف وايه هي النقط اللي هو محتاج يشتغل عليها علشان يقويها علشان هو يكون قوي وعلشان الفريق اللي حواليه يكون كمان قوي يعني. طيب من كلامك بتقولي يعني قوه القائد هي من قوه الفريق اللي, بت... اللي بتتبع القائد صحيح. او اللي بتنفذ رؤيه القائد، يعني ما ينفعش يبقى قائد قوي وعنده رؤيه قويه وعنده كل المهارات بس الفريق اللي معاه ضعيف، مه. لازم يبقوا الاثنين على نفس المستوى. صحيح. صحيح وده وده احد احد يعني احد ادوار القائد احد ادوار القائد زي ما انا قلت ان هو بيخلي النظام غير معتمد عليه هو شخصيا إنه يعني اللي انا فهمته برضو مسؤوليه التيم اللي بيتبع القائد مسؤوليه تطوره وزياده مهاراته هي مسؤوليه القائد برضو اكيد لانه القائد هو اللي لهم الفرصه يعني القائد هو اللي بيدي الفرصه للناس اللي حواليه انها تاخذ مسؤوليات اكبر وان هي تاخذ يعني تفويض اكبر وان هم يحضروا برامج تدريبيه معينه تنفيذيه لمساعدين القيادات فهو اللي بيبنيهم ونتيجه هذا البناء هو نفسه بيكون قوي ما الفريق اللي معايا انا لو بيشتغل لو الفريق قوي انا هبقى قوي. فالقائد الناجح فعلا يبني الفريق اللي معاه ويخليه قوي. طيب في حاجه اسمها مراحل نمو القائد. ايه هي مراحل نمو القياده او القائد؟ اه هي في اربع نقط هنا يمكن اقولهم وبعدين اشرحهم يعني آه اللي هي اسوأ واحده واحسن واحده يعني. فالمرحله بتبدا ازاي؟ كل قائد مع نفسه كده يبتدي يشوف هو في اي مرحله يعني. فالمرحله الاولى القائد لا يعرف ما الذي يعرفه، دي اول مرحله. والمرحله الثانيه ان القائد يعرف ما الذي لا يعرفه والمرحله الثالثه انه يعرف وينمو والمرحله الرابعه انه ينطلق بما يعرفه يعني دول الاربع نقط بتوع مراحل القياده المختلفه يعني. طيب, طيب نقول بقى كل واحده ياريت. اه يا ريت اه القائد لا يعرف ما الذي يعرفه ما الذي يعرفه آه. اه دي بتكون المرحله الاولى انه القائد هو مش عارف بالظبط آه هو عارف ايه مم. يعني هو مش عارف بالظبط ايه اللي ناقصه يعني دي بيسموها مشكله ادراك اين انا من القياده يعني انا دلوقتي في موقف قياده معينه انا فين من القياده ايه اللي انا اعرفه وايه اللي انا معرفوش طب معلش عشان انا برضو آه. يعني معلش يعني استحمل جهلي شويه <applause> طيب دلوقتي انا عندي قضيه معينه رؤيه حاجه عايزه انفذها هل دي انا عارفها صح لكن اللي انا مش عارفها ازاي اطبقها؟ بالظبط او ازاي ابتدي منين؟ بالظبط كده بالظبط كده وعشان كده الموضوع محتاج تدريب ومحتاج ممارسه لانه هو عنده رؤيه بس في حاجات هو محتاجها علشان يحقق الرؤيه بس هو مش عارف ايه اللي ناقصه. يعني هو مش عارف ايه اللي ناقصه علشان يحقق الرؤيه، خلاص؟ فهو أوه. عشان كده بنقول القائد لا يعرف ما الذي يعرفه ودي مرحله الاولى وصعبه. دي اول حاجه اه, آه. المرحله الثانيه ان القائد يعرف ما الذي يعرفه، وهنا بقى هيبتدي يشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه ايه نقط الضعف اللي محتاج قوية ايه التدريبات المعينه اللي ممكن تبنيه كقائد فهنا دي المرحله الثانيه انه هو عرف خلاص عرف دلوقتي هو محتاج ايه مم. طيب المرحله الثالثه كويسه بقى خلاص ان يعني القائد يعرف خلاص ابتدى بقى ابتدى يعرف وابتدى ينمو وابتدى يفهم وابتدى يطبق الاساليب بيكون هو لو عدى في الثلاث خطوات دي وصل للخطوه الرابعه انه ينطلق بقى في ضوء ما تعلمه وفي في ضوء ما عرفه يبتدي ينطلق في المجال بتاعه فاذا حقق دول هيوصل لي ان هو يكون قائد فعال فعلا ويبتدي ينطلق ناحيه القياده بتاعته فكل قائد مع نفسه ممكن يمسك الاربع خطوات دول انا فين هل انا في النقطه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه هي الثالثه ايه ينطلق الثالثه ان القائد يعرف ما يحتاجه وما ينقصه أوكي. ويبدا في النمو ويبدا في انه يتحرك لقدام. المرحله الثالثه ودي الرابعه. الرابعه دي هي الانطلاق في خلاص بقى يبتدي ينطلق بقى فكل قائد مع نفسه يقدر يعرف هو فين من خلال تقييم ذاتي او تقييم لنفسه ويشوف ايه الحاجات اللي ناقصاه او هو في انهي مرحله. لو انت في المرحله الاولى انت في مشكله كبيره جدا لو انت في المرحله الثانيه ده كويس انت بدات تفهم ايه المشكله لو انت في المرحله الثالثه جميل جدا بقى ابذل وقت اكتر مجهود اكتر في التدريب والتعليم في المرحله الرابعه خلاص بقى هتبتدي تنطلق بعد كده مم. طيب موضوع تطور او تطوير القائد ليه يعني لازم انمو كقائد وازاي انمو كقائد يعني ده اللي احنا قلناها دي مراحل نمو القياده او ازاي ال... انا ب... بنفذ رؤيه او فكره عندي لكن ده ازاي انا أ... يكون في تطور ونمو كقائد، ازاي اعمل كده؟ آه شوفي لو انا قائد في مكان معين، لو انا مش هانمو انا هنتهي، يعني لازم يبقى فينا. لو انا فضلت زي ما انا فانا برجع لورا هنتهي على طول هرجع لورا اه. فانا ليه لازم انمو؟ لانه انا ما كل ما هيحصل نمو وكل ما يحصل معرفه اكتر وهبقى هبقى تاثيري احسن وفعاليتي اكتر، فهعمل نتائج افضل. فعشان كده انا لازم انمو عشان اعمل نتائج افضل. فالقائد هنا الموضوع مش مرتبط بال يعني القائد مش موظف. يعني الموظف لو اشتغل 8 ساعات بيعمل انتاج معين لو 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 اشتغل 10 ساعات بيعمل انتاج اكبر القائد مش كده يعني الموضوع مش موضوع بيشتغل كام ساعه لكن القائد بي... بي... بيفكر في اساليب معينه بيفكر في طرق تطوير العمل وتطوير الاخرين الموضوع مش موضوع مجهود وقت او شغل لكن هو موضوع فكر، طريقة تغيير طريقة التفكير. وفي كل مكان بيقولوا دايماً كده لكي تغير الاتجاه والنتائج غير القائد. يعني لو غيرت لو لو أنت عايز تغير الاتجاه والنتائج غير القائد. القائد. فأنتِ بتقولي لي إزاي أنمو كقائد؟ أول حاجة محتاجة أشتغل على نفسي طبعاً دي أهم حاجة. يعني أنا أنا المسؤول عن نفسي وأنا اللي لازم أطور نفسي. وحضور حلقة زي كده ممكن تبقى خطوة بس تفتح لي بس الموضوعات يعني. محتاج أقرأ عن الموضوع، محتاج أفهم إيه هي الأساليب والأدوات الجديدة في القيادة. محتاج أعرف إيه هي الطرق التطبيقية اللي ممكن أطبقها. محتاج أرفع سقف قدراتي دايماً، يعني القائد لازم يرفع سقف القدرات بتاعته، دي ما بتحصلش فجأة، يعني كل حاجة محتاجة وقت ومحتاجة مجهود وبتتحرك ببطء لكن لازم تتحرك لقدام. في كتب كتير بتتكلم عن الموضوع دوت ولو أنا مهتم بالموضوع هدرس الموضوع وهقرا الكتب لو تحبي ندي بعض الأمثلة شور. طبعًا القيادة علشان هي موضوع كبير وعلشان ليها مستويات كتير طبعًا في قيادة لمجموعات صغيرة أو يعني شركات صغيرة وفي متوسطة وفي كبيرة فالأربع كتب دول بيتكلموا عن المستوى المتوسط يعني الشركات اللي هي المتوسطة يعني مثلا هيئه او منظمه او شركه فيها 300 400 موظف اللي هي الحاجات اللي هي في الوسط اللي هي لا هي صغيره ولا, ولا هي كبيره, كبيرة لانه القياده اللي هي بتاعه الالاف الموظفين الاماكن اللي فيها الاف الموظفين ليها ماده علميه مختلفه خالص وكتب مختلفه خالص فانا اخترت هنا حاجات اللي هي المتوسطه اربع كتب سهلين جدا وموجودين بالعربي على الانترنت ممكن فري داونلود في كتاب اسمه كيف تكون قائدا ناجحا وده عمل ديل كارنيجي ديل كارنيجي اسلوبه ظريف يعني وسهل ممكن الواحد يقرا الكتاب بسهوله في جون ماكسويل عمل كتاب حلو اسمه اسمه ليدرشيب 101 يعني بيتكلم عن القياده في ستيفن كوفي عمل كتاب برضو ظريف اسمه القياده المرتكزه على مبادئ ده كتاب برضو حلو في مارك اندرسون عمل كتاب اسمه مدخل الى فن القياده دول الاربع كتب اللي هم سهلين يعني سهل القائد سهل انه يقراهم كبدايه للاماكن المتوسطه الكتب دي في بعضها في استمارات تقييم للقائد يعني هو مش بيقرا كلام نظري لا في استمارات تقييم فهو بيمسك استماره التقييم دي ويبتدي يحط يجاوب على الاسئله الاسئله الموجودة اللي أنا موجوده عشان عشان يعرف هو فين ونتيجه الاستمارات دي لما بتدي له سكور معين او درجه معينه منها بيعرف هو فين ومنها بيعرف ايه نقطة الضعف اللي هو محتاج يشتغل عليه. فلو انا مهتم بالموضوع هبحث في الموضوع وهقرا وهبذل مجهود وفي الاخر انا اللي هستفيد بقى، لا معنى انا دلوقتي بحاول ابني نفسي يعني كقائد. مم. فالقياده بتتطور كل يوم، يعني هي مش مش ثابته. وزي ما قلت صعوبتها انه المهارات القياديه صعب قياسها بالظبط في القائد. احترام، خبره، مهارات التعامل مع الناس، التواصل، الرؤيه الواضحه، ازاي احفز الناس؟ فدي هي الحاجات اللي انا ممكن اطبقها علشان اقدر امشي في الموضوع وانجح في الموضوع لو عايز انجح يعني. طيب يعني من كلام حضرتك مش كفايه ان انا اكون عملت الاربع حاجات اللي حضرتك ذكرتهم آه وخلاص بقى وابتديت العجله ابتدت تدور بقى والفكره بتاعتي بتتنفذ والكلام ده كله لكن مهم ان انا كمان ولا كمان ان انا اهتم بتنميه مهارات التيم بتاعي لكن مهم ان انا كمان اكون بتطور من نفسي يعني انت قلت حاجه مهمه لو انا عايز نتائج مخ مختلفه انا بغير القائد لكن لو القائد بيواكب بي التطور اللي حواليه مش مش هيبقى محتاج ان هو يتغير صح؟ صحيح. فدي نقطتين مهمين نمو القائد ونمو التيم اللي التيم مع القائد وهو ده اللي بيخلي استمراريه النجاح والتطور كمان صحيح طيب ايه الحاجه اللي بتاثر بقى على فعاليه القياده يعني تخلي القياده اكثر تاثيرا ايه اللي انا المفروض اعمله عشان تخلي القياده اكثر تاثيرا ونطلع فاصل بعد كده يعني انا بشوف اكبر حاجه واهم حاجه أهم تخليه أكثر تأثيراً الثقة في القائد يعني لو الناس المحيطين يثقوا في القائد يعني في ثقة بينهم وبين القائد ده أكثر حاجة بتخليه أنه هو ممكن يأثر على فعالية القيادة وعلى نجاحه طبعاً الناس بتشوف النتيجة يعني لو النتائج إيجابية وجيدة الناس بتثق في القائد أكثر بناء الثقة آه بياخد وقت شويه لكن مهم يعني هو حاجه من من ضمن الحاجات اللي تضمن النجاح يعني. طبعا الحاجات اللي بتاثر على فعاليه القياده المعلومات المتوفرة والادوات المساعده. يعني المعلومات اللي حوالينه او حوالين القائد او الادوات اللي بيستخدمها دي من الحاجات اللي ممكن تساعده انه ينجح. الفريق في منتهى الاهميه زي ما انت قلتي الفريق المحيط به آه لازم يكون آه فريق قوي. في تدريبات معينه خاصه بالمساعدين القيادات يعني في تدريبات معينه للتنفيذيين اللي هم مساعدين للقيادات ممكن برضو في صفحه البرنامج احط بعض اسماء بعض الكتب القائد لازم يكون عنده قدره على التخطيط وعنده قدره على تطبيق الاساليب الجديده وزي ما قلت هي مسؤوليه كبيره فهو محتاج بناء لنفسه بناء لشخصيته بناء لمعرفته ومعلوماته وده ودي الحاجات اللي ممكن تخلي القائد ينجح يعني طيب نطلع فاصل تاني ونرجع نكمل اعزائي المشاهدين تعالوا نسمع مع بعض الترنيمه اللي جايه ونرجع نكمل موضوعنا عن مهارات القياده رجعنا لكم اعزائي المشاهدين وهنكمل معاكم موضوعنا عن مهارات القياده واللي ما كانش معانا الجزء اللي فات اشجعكم ان انتم ترجعوا للحلقه من البدايه علشان مهم جدا ان احنا نكون بنتعلم وبنعرف عن مهارات القياده. وزي ما قلت يا امجد اذا ما كناش ما كنتش في منصب قائد فانا من التيم اللي بيكون سبب نجاح القائد وال يعني الكومباني او المؤسسه اللي انا فيها او العمل اللي احنا بنقوم بيه. آه الحاجه الثانيه كمان اللي عجبتني جدا كل واحد قائد في بيته م. قائد على نفسه م. على تصرفاته على حياته يعني م. كل حاجه محتاجه قياده واداره. طيب آه عايزه اتكلم عن سمات او صفات القائد اللي المفروض تكون موجوده فيه. ايه هي السمات اللي المفروض تكون موجوده؟ آه طبعا هتكلم عننا احنا كمسيحيين في الاول احنا كمسيحيين الناس بتبص علينا شويه اه يعني بيشوفوا اخلاقنا بيشوفوا اه تصرفاتنا بيشوفوا اه الامانه بتاعتنا بيشوفوا النزاهه بتاعتنا اه ودي مسؤوليه كبيره جدا اه يعني هو سبب حساسيه الموضوع والناس بيبقوا شايفين اه طب انت مسيحي طيب الكتاب بتاعك بيقول كذا كذا كذا، طب أنت بتعيش كده ولا يعني ده السبب؟ وده ده في المجتمع بتاعنا. في المجتمع يعني مش عمت... في كل حتة كده بس ده في المجتمع. اه يعني فيها. بيشوفوا هل أنت فعلا أمين؟ هل أنت فعلا نزيه؟ هل أنت فعلا مخلص؟ يعني الحاجات اللي هي دي. طبعا في الكتاب المقدس في أمثلة كتير لل... لل... للناس اللي عندهم النزاهة و وإخلاص يعني بشوف شخصية دانيال مثلاً م. في الأمانة بتاعته بشوف شخصية يوسف, يوسف. في, في الإخلاص بتاعه والنزاهة فسمات القائد يعني كتير يعني أنا بشوف مثلاً إنه من أهم سمات القائد إنه يكون شخص مبادر يعني شخص م. يستطيع إنه يأخذ مبادرات يعمل حاجات جديدة غير مألوفة ما القائد من ضمن السمات المهمة عنده هو إنه يقضي وقت وقت في التنظيم والتخطيط يعني مش بيقضي وقت كبير في التنفيذ لكن بيقضي وقت كبير في التخطيط وفي التنظيم. آه القائد آه يعرف ازاي يحفز الناس، يعني دايما يعرف ازاي يشجع الناس. القائد آه يتوقع المشكلات ويجد الحلول، يعني مش بس يتوقع مشكلات لكن كمان يجد لها الحلول. آه القائد بيكون عنده جدول منظم يعني هو عارف هو بيعمل ايه يعني عنده الـ الـ يمكن في مره ثانيه نتكلم عن التايم مانجمنت يعني اداره الوقت فالقائد يعرف ازاي يدير وقته علشان ما يضيعش وقت كتير القائد مؤمن بقضيته يعني هو مقتنع برؤيه معينه ومؤمن بقضيه معينه من سمات القائد المهمه ان هو يعرف يستخدم الطاقات بتاعت الناس اللي حواليه يعني الفريق اللي حواليه او الناس اللي حواليه بيعرف يستخدم الطاقات بتاعتهم افضل استخدام حاجه مهمه جدا الانضباط يعني القائد لازم يكون منضبط في تصرفاته منضبط في اقواله يعني حياته منضبطه ترتيب الاولويات دي من اهم من اهم الحاجات اللي بشوفها في في القياده انه القائد لازم يكون عنده ترتيب الاولويات يعني بيعرف يحط ايه ايه الاهم في الاول وبعد كده الاقل اهميه يمكن في تمرين صغير هنشوفه يعني تطبيقي على الموضوع دوت آه، كمان القائد يعرف ازاي يفوض السلطات يعني هو يعرف يعمل تفويض للسلطه يعني للسلطه يعرف... يعني المدير مثلا اه, أو يدي, الم... مسؤوليات. يعني آه، يدي مسؤوليات يعني يعرف يدي مسئوليات يدي مسؤوليات للناس آه، لو هو بيدي مسؤوليات للناس والناس خايفه او الناس مش حاسه انها مش هتقدر القائد بيعرف ازاي يشجعهم آه، بيعرف ازاي يبنيهم بيعرف ازاي يشوف ايه نقط الضعف ويعالجها فهو بيعرف ازاي يفوض السلطات آه، كمان من أهم السمات آه، بناء قيادات للمستقبل يعني هو بيبقى شايف نفسه هو وخلاص لا آه. ما يبقاش قائد لا بناء قيادات الصف للمستقبل تاني. الصف الثاني دي, أو دي الصف أزمة التانية. البشرية تقريبا آه، دي أزمة البشرية طبعا وخصوصاً أزمة الكنيسة أزمة آه، أماكن كتير يعني. جدا آه. في كل مكان وخصوصا الدول النامية لما بيكون في قائد معين قوي وكويس وكده وبعدين يختفي آه، فتحصل ده. مشكلة كبيرة آه. بناء القيادات وبناء الصف الثاني مهم وزي ما قلت في تدريبات عملية للمساعدين للقيادات تنفيذية الناس التنفيذيين إزاي يبقوا مساعدين أقوياء وطبعا القائد المفروض أنه بيعرف مين اللي ممكن يكون مكانه ومين اللي ممكن يكون الأفضل والأصلح وهكذا فالقائد بيعرف يبني قيادات المستقبل دي هي أهم سمات القائد يعني أنا بشوفها طيب وإذا بتتكلم كده عن سمات القائد او واتكلمت من شويه برضو عن المفروض بيعمل ايه بيشجع الناس بيأثر فيهم بيدي مسؤوليات بيعمل صف تاني قيادي جيف بالي الرب يسوع هل شايف ان الرب يسوع كقائد كان قائد ناجح اه طبعا شايفه كقائد كان قائد ناجح جدا و ولو بصينا على فتره الخدمه بتاعته يعني والخدمه بتاعته اللي هي الثلاث سنين اللي كان مركز فيهم الخدمه آه احنا بنشوف تاثيرهم بعد 2000 سنه يعني مم. يعني هو اكيد كان قائد ناجح يعني لو قائد ناجح ما هو ما كانش الرؤيه بتاعته وما كانش الرساله بتاعته تنتشر في العالم كله بالتاكيد هو كان قائد ناجح وعرف يبني قيادات وعرف يبني التلاميذ مم. وانا بقول ان النتائج هي اللي بتوضح يعني بالزبط. النتائج طبعا انتشار المسيحيه و المبادئ العظيمة بتاعة المسيحية اللي بتنتشر بتؤكد أنه كان قائد رائع وعظيم وناجح طبعا هذا النموذج بتاعنا بقى. نموذج طبعا طيب قلت ترتيب أولويات تقصد إيه بالترتيب أولويات وإزاي أعمل ده إزاي أرتب أولوياتي عشان أكون يعني ماشي صح أو بنفذ بطريقة صح يعني هي مشكلة ترتيب الأولويات مشكلة بتواجه كل الناس خصوصا اللي بيكون عندهم مسؤوليات كتير. المشكلة إيه؟ إنه أنا لو عندي أولويات كتير يعني لو أنا عندي أولويات كتير ببقى مش عارف أعمل إيه يعني ممكن يحصل زي شلل كده ألاقي كل حاجة, حاجة مهمة كل حاجة أنا مش عارف مش بعمل ولا حاجة بالضبط فأنا مش بعمل حاجة خالص يعني دي دي مشكلة الأولويات. يعني لو بصيت على مكتبي أو في أجندة الحاجات اللي عايز أعملها لقيت حاجات كتير أبقى مش عارف أبتدي بإيه، طب إيه إيه يعني هتسيب مكتبك كتوم عايز هسيبها وأقوم وأسيب بقى خالص كل كل حاجة يعني، فمن سمات القاء الترتيب الأولويات. التدريب العملي البسيط لهذا الموضوع اسمه مبدأ باريتو، يعني أي حد ممكن يدخل على جوجل يكتب مبدأ باريتو 2080 اللي هو مبدأ باريتو 2080 ده هو إيه؟ آه ممكن على جوجل آه لو كتبت مبدا باريتو هيطلع لك آه مبدا باريتو بيقول ايه بيقول شوف لما نفكر فيه مع بعض يعني كل قائد المفروض يستخدم هذا المبدا في الـ في, الـ في ترتيب الاولويات بتاعته بيقول لو انا عرفت ارتب اولوياتي صح يعني ارتب الاهم في الاول والاقل يعني لو عرفت ارتب اولوياتي صح 20% 20% من الاولويات هتحقق 80% من النتيجه اللي انا عايزها مم. خلاص واضحه يعني انا لو انا لو حققت 20% من الاولويات الاساسيه هحقق 80% من الحاجات اللي انا عايز احققها بيقول كمان ان ده موجود في في الاداره يعني لو بصيتي على شركه او مؤسسه او هيئه بيقول هو موضوع محتاج تفكير فعلا في 20% من الموظفين في المكان هم اللي بيحققوا 80% من النتائج والنجاح مم. او نفكر فيها مع بعض 20% بس من اللي 20 موجودين هم اللي بيحققوا 80% من, من النجاح من النجاح بتاع طب أي ايه ال 80% من الناس دول بتعمل ايه؟ 80% بيشتغلوا <applause> ولكن نتيجه شغلهم ما بتظهرش زي ال 20% هم مش افكتيف يعني مش مش فعالين زي ال 20% <applause> آه وعشان كده القائد بيعمل ايه؟ لو هو طبق مبدا باريتو 20 80 <applause> مين هم بقى ال 20% في, في اي مكان؟ دول بقى الاشخاص اللي هما لازم يركز عليهم القائد يعني ال 20% دول هما اللي يركز عليهم لبنائهم وتدريبهم علشان يقدر ان هما دول اللي يكونوا القيادات في المستقبل آه في تمرين بنشوفه صغير على السلايد لأ ممكن نعمل عندي باوربوينت صفحه واحده بس لو ممكن نعرضه ده تدريب صغير انا ممكن اعمله آه التدريب ده اي واحد ممكن يعمله آه وسهل وعملي جدا لو اتعلمته وعرفت ازاي استخدمه ببساطة هجيب ورقة واحدة اكتب فيها كل الحاجات اللي انا عايز اعملها بأي ترتيب يعني انا بجيب ورقة واحدة يعني مش من الاهم للمهم للأقل اهمية كل حاجة انا بجيب ورقة واكتب فيها كل الحاجات اللي انا عايز اعملها في البيت في الاسرة في الكنيسة في الشغل في اي حاجة خلاص بكتب كل الحاجات اللي انا عايز اعملها زي لسته واحده او مم. قائمه واحده فيها كل الحاجات مم. بعدين بقسم الحاجات دي لاربع اقسام مم. بقسمها اربع اقسام القسم الاول انا بختار بقى من الليسته بتاعتي دي بختار ايه الحاجات اللي ليها امور لها اهميه عاليه وإلحاح شديد دي اول حاجه انا ايه ابتدي يعني الحاح شديد يعني مستعجله مستعجله يعني امور يعني يعني مهمه مهمه ولازم تتعمل اسرع يعني شديد. وابتدي احطها مم. اول حاجه في القائمه بتاعتي في الأولويات النقطة الثانية اللي بعدها أمور لها أهمية عالية ولكن إلحاح منخفض أقل شوية يعني أقل أهمية شوية والمجموعة الثالثة أمور لها أهمية منخفضة وإلحاح شديد واضح يعني الحاجات مش مهمة بس ملحة ملحة بالضبط هي مش مهمة يعني ممكن تتعمل آه. بعدين لكنها ملحة يعني لازم هعملها أعملها ودي آه. بخليها ثالث حاجة ورابع حاجة أمور لها اهمية منخفضة والحاح منخفض مش مهمة خالص <applause> اه واضحة؟ اه اه ده دي الاربع حاجات بص هو مه... حاجة مهمة غير ملحة، ملحة مش فكرة مهمة يعني ملحة يعني مستعجلة اه بالظبط فهي في حاجة مهمة ومستعجلة وفي آه. حاجة مهمة بس مش مستعجلة بالظبط وفي حاجة مش مهمة قوي لكن مستعجلة أيوة. وفي حاجة مش مهمة ومش ولا مستعجلة بالظبط كده اللي مش مهمه ومش مستعجله دي بخليها اخر حاجه والمهمه مستعجله بخليها اول حاجه طبعا ده حسب تقييمي انا من خلال الايه الليسته اللي انا عملتها لو انا كتبت 20 حاجه 30 حاجه بحطهم في الجدول ده وارتبهم لو عملت واحد واثنين يعني انا لو عملت الاول والثاني غالبا خلصت معظم المهم اللي انا عايز اعمله فدي حاجه مهمه جدا المهم بقى ان انا اعرف المبدا بتاع باريتو ده ايه بيقول انك انت لو اخذت وقت طويل لو اخذت وقت طويل علشان تنفذ حاجات مش مهمه لازم هتحصل مشاكل كبيره خلاص وعشان كده القيادات في الشغل يقولوا ايه حاجه مهمه جدا دايما القيادات في العمل يقولوا ايه انه السبب الرئيسي لعدم تحقيق الاهداف الكبيره ان احنا بنضيع وقت كتير علشان نعمل حاجات صغيره حاجات مش مهمه اصلا اه حاجات مش مهمه قوي يعني ممكن تبقى مهمه بس مش قوي أوه. فالسبب الرئيسي لعدم تحقيق الأهداف الكبيرة هو أننا بنقضي وقت طويل في حاجات ليست مهمة أو ليست على نفس سؤالي بقى في الحتة دي مين اللي بيحدد أهمية الحاجة؟ مين اللي بيحدد؟ القائد؟ الناس؟ الرد الفعل؟ ال إيه اللي بيحدد أهمية مدى أهمية الحاجة دي؟ طيب انت بتتكلمي على اي مستوى علشان بس نبقى واضح لو انا بتكلم عن البيت أي عن نفسي أوه. انا عن نفسي أوه. انا اللي بحدد يعني انا في البيت أوه. كتبت في الاجنده بتاعتي 25 حاجه عايزين يتعملوا اه الشخص اللي بيكتب هو اللي عارف ايه الاهم اه انا بقى بعد ما كتبت كل حاجه انا هبتدي اختار من القائمه دي اهم الاهم الحاجات عشان احطها في الاول مم. وابتدي امشي في الجدول دوت احط كل حاجه في مكانها مم. بناء عليها الليسته دي بقى اللي فيها 25 حاجه هتتغير بقى في حاجات هتيجي فوق وحاجات هتيجي في النص مم. فالحاجات الاولانيه خالص الخمسه سته الاولانيين دول هم اللي لازم اركز عليهم الوقت والمجهود لان دول اهم حاجه من وجهه نظري مم. ده على المستوى الشخصي طيب، لو في شغل مثلا آه، انت مطلوب منك حاجه معينه والقائد <applause> شايفها مهمه جدا وانت مش شايفها مهمه ما هي دي اهميه ما هي دي اهميه مساعدين القيادات معنا ليه بقول آه. إنه, انه مساعدين القيادات لازم يبقوا يبقى, يبقى ليه لان القائد المفروض انه ما يضيعش وقت كتير في التفاصيل مم. يعني القائد ما عندوش وقت انه يدخل في التفاصيل وعلشان كده لو انا قائد في مكان والمساعدين اللي حواليا اقوياء هم عارفين كويس جدا كل واحد هيبقى عارف هو عارف هيها. هو عارف بالظبط okay. احنا نرتب الليسته دي ازاي اوكي okay. وممكن يساعدوا القائد في ترتيب الليسته يعني هم ممكن يرتبوا له هم يقولوا له دي, دي الاهم وهكذا مم. فهو حسب المكان وحسب المنصب وحسب المساعدين هو بيبقى الترتيب ترتيب الاولويات بس هي انا افهم الفكره مم. الفكره كلها ان انا عندي حاجات كتير مش عارفه ابتدي بايه اكتبها في ورقه واحده اقسمها في الجدول ده على اربع, أربع اجزاء حاجات. وابتدي امشي في الاهم في الاول والاقل اهميه بعد كده وابتدي حبه حبه ابتدي اتعلم واتدرب مم. ازاي اعمل الحاجات المهمه وعشان كده افتكر دايما في ذهني انه السبب الرئيسي لعدم تحقيق الاهداف الكبيره تضيع وقت كتير في حاجات مش مهمه, مش مهمة. أي. طيب ايه موضوع بقى تاثير القائد ومستويات الادوار القياديه هو شوية يعني مش مستويات لكن ممكن تكون وضع القائد م. يعني في في مستوى اللي هو بتاع المنصب انه الناس بتتبع القائد غصب عنها يعني هو ما لهمش اختيار يعني منصب يعني هو المنصب بتاعه كده بقى قائد فده ده, ده نوع من الانواع اللي هو المنصب في نوع تاني اسمه التصريح التصريح يعني الناس بيتبعوا القائد لأنهم يرغبون في أن يتبعوا هذا القائد يعني أنا في هنا إيه اختيار يعني الناس بتختار م. إحنا باختيارنا بنتبع هذا القائد وخصوصا لو في كنيسة مثلا أو أوه. الناس اللي بتختار يعني. بالضبط الناس اللي بتختار المستوى الثالث الإنتاج يعني في ناس بتحب تتبع الشخص المنجز م. يعني في قيادات منجزين يعرفوا يعملوا إنجاز فالناس بتحب تتبع اللي بيعمل إنجاز أكبر م. في مستوى رابع اللي هو قائد يعرف كيف يطور الآخرين وكيف يبني الآخرين ودي الناس بتحب تتبعه لأنه هو بيبنيهم هو بيطورهم هم حاسين أن حياتهم هتكون أفضل طبعا المستوى الخامس برضو حلو أنك تتبعك بسبب شخصيتك ودي طبعا بتيجي مع وقت طويل من بناء الثقة وبنشوف الإنجاز والتأثير في الآخرين فالناس بتتبع القائد لان هما بيحبوه شخصيا وللانجازات اللي هو بيعملها يعني وده بيجي من تاثير القائد على المجموعه وكل ما كان مؤثر كل ما كان المجموعه بتبقى طالبه ان هي تشتغل معاه او تكون بتستمر معاه بالظبط طيب عايزه بعض النصائح اللي تقدمها للقيادات ايه المفروض يعملوه اللي ما يعملوهوش عايزه نصايح كده ليهم علشان يكونوا مؤثرين اكتر هي أول نصيحة طبعاً بنصحها لنفسي وبنصحها لكل حد يعني عنده شغل معين هو المفروض مسؤول عنه أو قائد. أول حاجة أنا لازم أعرف أنا فين من خلال التقييم، يعني أنا لازم أعرف أنا فين في الأول، دي النصيحة الأولى. أنا ممكن أكون في مرحلة متأخرة بس أنا مش عارف أو مش واخد بالي. أنا ممكن يكون عندي نقط ضعف بس أنا مش عارف، مش عارف. فلازم أستخدم الأدوات زي ما قلت استمارات التقييم قبل كده في بعض الكتب عشان اعرف انا فين ومن خلال انا فين ابتدي ابني خطتي ان انا اكون اكثر فعاليه واكثر نجاح. أه بنصح الـ الـ كل قائد او عايز يبقى قائد انه يكون مرن. يكون عنده فلكسبيتي يعني مرونه ويكون منفتح. أه دايما القائد محتاج يطور نفسه أه محتاج تطوير مستمر أه برضه بالنسبه لمساعدين القيادات محتاجين يفكروا ازاي يقدروا يطوروا نفسهم. كل ما مساعدين القيادات يكونوا اقوى كل ما هو هينجح اكتر كمان النجاح مش بيحصل فجاه النجاح بيحتاج وقت محتاج مجهود محتاج تدريب محتاج بذل مجهود كمان نصيحه ارفع سقف توقعاتك يعني ما تخليش توقعاتك واطيه القائد دايما سقف توقعاته عالي. عالي فعلشان هو سقف توقعاته عالي وبيحاول يوصل بيحاول يوصل وعشان كده هو دايما بيتحرك وبيحاول ياخد الناس مع الفوق يعني دايما بيتحرك لفوق لان سقف توقعاته عالي طب لو هو سقف توقعاته مش عالي هيبقى ايه مش هينتج اكتر مش هيوصل لحاجه اكبر مش هيتطور اسرع اه طبعا يعني ده بتشوفيه مثلا ليه ليه في شركه بتبقى ضعيفه وشركه آه ناجحه يعني. يعني ليه بيبقى في دوله فقيره وناميه وفي دوله متقدمه ليه بيبقى في هيئات معينة ضعيفة وتأثيرها ضعيف وهيئات قوية آه ليه بيبقى في شخصيات ضعيفة وشخصيات قوية ما هي دي كلها آه مبنية على موضوع القيادة ومبنية على موضوع فهمي للموضوع واستيعابي لي ومجهودي في أن أنا أبحث أكثر وأفهم آه علشان أقدر أطور نفسي وأطور الناس اللي حواليا وأنجح يعني مم. مم. طيب بس كده دي النصايح اللي... طيب هل الموضوع القياده او احنا كل الكلام اللي احنا قلناه ده ينفع مع اسيس كنيسه ينفع مع خادم في كنيسه ينفع مع شغل قائد في شغل او مدير في شغل ولا هيبقى لا معينه او حتت معينه أه لا ما فيش حاجه اسمها حتت معينه يعني انا لما انا لما بتعلم مبادئ القياده أه بستخدم المبادئ في اي مكان يعني زي واحد مثلا بيتعلم السواقة مثلا سواقة العربية هو لو اتعلم السواقة هيسوقها في أي شارع يعني مش هتفرق معايا الشارع آه القائد بيتعلم المبادئ بتاعة القيادة زي ما قلت استمارات تقييم بيشوف نقاط الضعف بيشتغل عليها يبني اللي حواليه الفريق اللي حواليه قوي بيستخدم المبادئ لما يستخدم المبادئ دي, دي هتساعده إنه ينجح وهتساعد المجموعة اللي حواليه إنهم تخليهم ينجح لو انا في كنيسه بالظبط لو انا في مؤسسه بالظبط هي نفس المبادئ يعني هي المبادئ واحده مم. ولكن تطبيقاتها بتختلف من مكان, مكان لمكان واصغر مكان واصغر مجال هو اسرتي في بيتي مم. مم. واكبر مكان طبعا بيبقى رئيس الدوله في اي مكان مم. يعني مم. لكن مهم قصدي ان انا اكون بتعلم يعني مش عشان خدمه ولا عشان هو في كنيسه فانا خلاص يعني ببقى مش مهم انا بقود اجتماع لكن ما عنديش مهارات القياده المفروض تكون لكن مهم ان انا اكون بتعلم مهارات القياده وانا قائد الاجتماع مثلا شباب اعدادي ولا مدارس احد حتى آه شوفي طبعا هو الموضوع ده يعني حساس شويه يعني لو انت بتتكلمي عن كنايس او خدمه او الموضوع حساس لانه العالم كله بيتطور بسرعه غصب عننا يعني احنا مش يعني ما نقدرش نوقفه عن انه يتطور الكنيسه مؤسسه مؤسسة دينية واجتماعية محترمة لكن لو ما قدرتش تتطور مع التطور بنفس السرعة وبنفس الطريقة بتاعة التطور اللي حواليها هيحصل ان هي ال 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 هينزل انحدار ليه بقى؟ لانه دلوقتي انا طبعا الجيل اللي خارج النهارده اللي هو جيل الالفينات دوت الجيل ده عنده اسئلة صعبة وعنده مشاكل كبيرة لا وهو غير الاسئلة الصعبة والمشاكل الكبيرة عايز الحاجة بطريقته النهارده واحنا لسه ممسكين في الطريقه بتاعت عشان كده بقول لك لو قائد في كنيسه م -م. لو قائد اجتماع مهم ان هو يكون بيطور طوح. يعني من ضمن التطور اللي حضرتك قلته ان هو يكون فلكسبيلتي وان هو يكون بي... منفتح, منفتح وبيواكب و... و... التطور اللي حصل حواليه ما يبقاش بنفس طريقته بنفس ال... مثلا الورقه والقلم مش بالايميلز e مثلا ولا الالكترونيك ولا مش عارف... في حاجات كتير التكنولوجي والحاجات الكتير التطور الفظيع فاذا ما كانش بيواكب التطور ده مش هيروح لنجاح مش هيبقى المؤسسه مش هتتطور فدي نفس الفكره بالنسبه للكنيسه ده اللي انا قصدي عليه اه ده حقيقي طبعا ويمكن يعني برضو من الحاجات اللي 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 ممكن تخلي الشباب احيانا يترك الكنيسه او الشباب الصغير ما يبقاش متحمس <applause> هو ان القائد مش مش على درايه بال بالظروف المحيطه والمشاكل الجديده اللي بتحصل وحلولها والكوميونيكيشن وطريقه الكوميونيكيشن الجديده مع الشباب الصغير مم. فلو انا عايز احافظ على المجموعه بتاعتي حتى لو مدارس الاحد لو عايز احافظ على الاطفال عايز احافظ على الشباب الناشئ عايز احافظ على الشباب في في الكنيسه عايز احافظ على شعب الكنيسه او كل العالم بيتطور فلازم انا كمان اتطور مم. طيب انت شايف يعني من وجهه نظرك شايف اي نموذج قياده حواليك سواء في كنيسه في شغل في في دوله هل القيادات دي ماشيه بالطريقه وبالتطور اللي انت يعني ذكرته في الموضوع النهارده وبالتاثير اللي حضرتك قلته؟ ما اقدرش احكم على الكنيسه يعني انا مش قائد في كنيسه لكن في شغلي اه طبعا يعني احنا في شغلنا شيب دي حاجه اساسيه وتدريب القيادات المستمره حاجه انا مش قصدي الحكم لا انا مش قصدي حكم لكن قصدي هل بنبذل نفس المجهود اللي المفروض يتبذل خلينا نقول كده انا مش بتكلم على الكنيسه بس انا بتكلم على كنيسه على شغل على اي قيادات حوالينا إيه هل في المجهود بيتبذل فعلا زي ما هو المفروض يتبذل في الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه علشان أنمي مهاراتي كقائد؟ أعتقد في محاولات، يعني في ناس عندها محاولات وعندها مبادرات لكن محتاجين محتاجين دعم محتاجين أدوات حديثة محتاجين تشجيع يعني ما أقدرش أقول إنه أنا مش بشوف تطور، لا في تطور في الكنايس وفي تطور في الاجتماعات وفي تطور في الموضوعات اللي بتتقدم يمكن مش بنفس الدرجة أو بنفس السرعة بتاعت التقدم لكن انا اتمنى طبعا اشوف كل كنيسه الشباب الصغير بيثق فيها اتمنى اشوف قيادات في الكنيسه عندهم اجابات لاسئله الشباب اتمنى اشوف صداقه صداقه بين بين الشباب والقيادات بتاعتهم اتمنى اشوف قيادات قويه يعني اتمنى يكون في أشوف تاثير قوية. ويكونوا مؤثرين علي يعني زمان مؤثر. كان القائد مؤثر النهارده التاثير ده بقى اضعف م. هل علشان التطور والتقدم اللي احنا وصلنا له وانفتاح العالم على بعض ولا علشان القائد ما بقاش يبذل نفس المجهود اللي كان بيبذله القائد زمان لا هما الاثنين الحقيقه يعني هو الـ الـ ما تنسيش ان الشعب تغير برضه يعني مم. الناس اتغيروا الجيل الجديد مختلف خالص عن الجيل القديم خصوصا في طريقه التفكير و في الاسئله اللي, اللي ممكن ما كنا احنا واحنا صغيرين نخاف نسالها النهارده مش بيخافوا يسالوها فالجيل تغير يعني الشعب نفسه تغير كمان القيادات في ناس فيها ما تغيروش فدي دي المشكله المزدوجه يعني فلازم يبقى في تطور في الاثنين يعني طيب انا نفسي كده في نهايه الحلقه تقول لنا ملخص للي احنا قلناه وان احنا نكون يعني علشان كده نحطها للناس علشان تكون بتركز في ايه؟ المفروض تركز في ايه؟ او ترجع للحلقه تبقى عايزه تسمع ايه؟ مم. فايه الملخص للحلقه اللي احنا قلناها والحاجات المهمه اللي احنا نركز عليها؟ اه يعني فيه سلايد في سلايد كده انا عملت فيه الاربع نقط الـ الـ السلايد الثاني. طبعا علشان موضوع القياده موضوع كبير واحنا النهارده بنتكلم على المستوى المتوسط، يعني مم. احنا بنتكلم على المستوى المتوسط زي ما انا قلت للاماكن المتوسطه فاحنا غطينا اربع نقط من الموضوع لان يعني الموضوع اكبر من كده بكتير لكن احنا غطينا اربع نقط احنا قلنا ما هي القياده وما هي اهميتها دي النقطه الاولى اللي اتكلمنا فيها اتكلمنا عن موضوع تطور او تطوير القائد اه ولماذا يجب ان انمو كقائد وكيف يمكنني ان انمو كقائد والطرق اللي ممكن تساعدني النقطه الثالثه اتكلمنا عن سمات القائد او صفات القائد اللي المفروض تتوفر فيه والنقطة الرابعة اتكلمنا عن ترتيب الأولويات ومستويات القيادة المختلفة. دول مش كل الموضوع لكن أهم أربع نقط في الموضوع أنا شفتهم وحبيت أشارك بيهم يعني في في الحلقة النهاردة. أنا كده بشكرك جدا جدا شكرا على الموضوع المهم اللي احنا المفروض نكون فاهمين يعني إيه قيادة وإن احنا نكون بنتعلم فيه حاجات جديدة سواء تنفعنا في خدمتنا أو في شغلنا أو في بيتنا زي ما احنا اتكلمنا. أنا بشكرك جدا شكرا ليك وربنا يباركك آه شكرا شكرا اعزائي المشاهدين زي ما اتكلمنا الوقت اللي فات ده كله عن القائد وعن مدى تاثيره وعن سماته وعن ازاي ينمو وازاي يتطور والحاجات اه دي مش مش للقائد في شغلي ولا اللي في منصب معين لكن ليك وليكي ولكل شخص بيسمعنا النهارده علشان نكون بنقوم بخدمه صح وبتاثير قوي علشان نقدر نكون مؤثرين في بيوتنا علشان نقدر نكون مؤثرين كمان في اشغالنا لازم نعرف مهارات القياده انا بشكركم جدا لمتابعتكم ونتقابل الاسبوع الجاي وحلقه جديده وبرنامجكم من الحياه